دكتور، خليني انتهز وجود حضرتك معايا. يعني يمكن حضرتك زي ما تابعت معانا في الخبر، هناك ارتفاع ملحوظ في عدد المصابين، وصل 4500 حالة من أوميكرون بصورة أسرع طبعا كما ذكر في الخبر من دلتا. بصفة حضرتك دكتور جهاز تنفسي وطبعا متابع للحياة، تقييم وضع الإصابات أو الوضع الصحي للنمسا في الوقت الحالي إيه؟ هو لسه الانتشار مازال محدود طبعا، بس احنا لسه في اسبوع الناس هتبدأ ترجع او بترجع حاليا لسه من الاجازات، فاتوقع يعني الاسبوع الجاي هيبقى في موجة تانية اللي بتحصل بعد الاجازات. كل اجازات الدنيا بتتفتح وبتساب الناس على بعضها كالعادة يعني، نعم، وبيرجع الاعداد بتزيد طبعا بعد الاجازات. وكان طبعا كل الاجازات اللي فاتت اجازه الصيف واجازه اللي في شهر نوفمبر للمدارس، كان بعديها طبعا زياده ملحوظه في الاعداد، وده اعتقد اللي هيحصل الاسبوع الجاي ان شاء الله تقريبا يعني، هو ده السيناريو المتوقع يعني، خاصه ان كان ما فيش في ايام الباينخت وايام وفي راس السنه ما كانش في اي نوع من المسنع من اللي احنا تعودنا عليها. الدنيا كانت متسابه على بعضيها طبعا، الظروف نعم، الاقتصاديه والحدود كانت مفتوحة بدون أي مراقبة، على الرغم إن كان في مفروض يعني إن في إجراءات، بس ما كانش في الواقع ما كانش في أي إجراءات في الفترة اللي فاتت. وده المتوقع إن هيبقى في الأسبوع الجاي زيادة كبيرة للأعداد، وده اللي طبعا المستشفيات بدأت الأسبوع ده تحضر له وبدأوا يفضوا سراير تحسبا للوضع القادم. يعني دكتور حضرتك متوقع زيادة الأعداد في الأيام القادمة. طيب الأسبوع الجاي يعني الأسبوع ده أكيد يعني، الاسبوع اللي احنا الاسبوع ده الاسبوع اللي هو الحالي الأسبوع يعني، اللي بعد أول المدارس ما تفتح. او طيب دكتور، يمكن لو لاحظنا هناك ضجة إعلامية كبيرة حولت سرعة انتشار الأوميكرون، وبيقولوا ان انتشار الأوميكرون برضو كان اسرع من انتشار دلتا اللي هو المتحور الاخير. المخاوف اللي بالظبط موجودة في او البلاد الثانية المخاوف اللي احنا اللي بنراهم بتعرضها يعني. الاعلام، هل دي في محلها ام صورة نعم مبالغ يعني فيها؟ لا، بمراقبة البلاد اللي حوالينا الوضع اللي كان مثلا بلغاريا والدول اللي هي أصيبت بالأوميكرون قبلينا كان الانتشار سريع جدا يعني. هو الانتشار سريع بس يعني في رأيي أنا لسه ما شفناش الوضع في النمسا، الانتشار سريع بس الخطورة أقل من دلتا يعني، عدد الوفيات أقل من دلتا بس يعني، ده في تحليل أنا الشخصي يعني. طيب يا دكتور، لو هو يعني برضو الوضع في النمسا 4500 حالة بالمقارنة بفرنسا اللي وصلت 200 ألف حالة، وبالمقارنة برضو بالنسبة لإيطاليا، هل ده بيستدعي الإغلاق مرة تانية أو احتمالات إغلاق جديدة؟ بص، هو انا الاغلاق ليه برضو في رأي شخصي، الاغلاق ده قرار سياسي مش قرار طبي، او قرار سياسي غالبا يعني بناء على التقارير الطبية طبعا، بس هو طبعا في المقام الاول هو قرار سياسي. لو احنا رجعنا الاغلاقات اللي حصلت في الفترة اللي فاتت، هو ما كانش فيها الاغلاق الاولاني هو الاغلاق بجد، وبعد كده كان يعني اغلاق على الورق، الدنيا كلها كانت الناس بتتحرك وبتتقابل وبتروح وتيجي، فما كانش فيه اغلاق يعني، هو نص اغلاق. فبيقلل اي نعم من الاعداد شويه، لكن ما هوش اغلاق فعلي. وانا في رايي ان احنا الناس تعبت من الاغلاقات ومش هتوصل يعني، نوع فيروسات كورونا اللي هي فيروسات الام ار ان اي دي بتتحور كتير والتحورات مش هتخلص، ده حاجه لا نهائيه. نعم، لكن الحل اللي انا في رايي الشخصي او الحل اللي هو الاساسي هو ان يحصل تطعيم بنسبه 100% للشعب عشان نخلص من الموضوع ده. اغلاقات ونفتح ونقفل ونفتح ونقفل، الموضوع ده مش موضوع لا نهائي ومش هيجيب نتيجه، لان لا هتقدر تغلق الدنيا كلها زي الاغلاق الاولاني بسبب ظروف اقتصاديه، واللي هو نص اغلاق ده يعني هو بيخفف العبء شويه عن المستشفيات نعم، لكن ما بيحلش الازمه. فهو التلقيح هو الحل المثالي، الى ان الدواء اللي فايزر اعلنت عنه من فتره لسه ما نزلش، احتمال يكون فيه اذا كان فعال زي ما بيروج ليه يعني، هيكون برضو في جانب من الحل، لكن هو الحل الموجود حاليا هو التلقيح افضل من الاغلاقات يعني.
ده رأيي طب الشخصي. ده بي 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 بياخدنا للسؤال اللي بعد كده اللي كنت عايز اساله لحضرتك، ان في الكثير من المتخصصين يمكن بنشوفهم المتخصصين على شاشات التلفزيون بيطالبوا باجراء اللقاح الثالث، لان بيعتبروا اللقاح الثالث هو الجزء او الواقي من الاصابه باوميكرون. يعني راي حضرتك في ده، هل الكلام ده صحيح فعلا؟ اللقاح مع اللقاح الثالث بيكون هناك حماية للأشخاص من الإصابة بأوميكرون؟ بتكون في نسبة الأجسام المضادة اللي بيكونها الجسم بتكون طبعا أعلى، خاصة إن إحنا دلوقتي عندنا نسبة كبيرة من الناس اللي اتلقحت في أول 2021، عدى عليهم تقريبا دخلنا في سنة هو، نعم. فبدأت نسبة الأجسام المضادة عندهم تقل، فالجرعة التنشيطية الثالثة بتزيد، وده مش حاجة يعني، الناس أنا بحس إن الناس بتتكلم عن حاجة جديدة، يعني الكلام ده مش جديد، والناس كلها من أكتر من قرابة 100 عام دلوقتي، من ساعة التلقيحات ما ظهرت، والناس بتطعم أولادها جرعة تنشيطية لشلل الأطفال، وجرعة تنشيطية لل اف اس ام اي، بس يمكن في وجرعة الاوميكرون يا دكتور، وهكذا. او يمكن في الكورونا يا دكتور، يمكن يعني اعاده اللقاح الثاني والثالث، ويمكن حضرتك برضو متابع لانك حضرتك موجود، يعني متابع اكيد متابع للاحداث في اسرائيل، بدات اللقاح الرابع، فهو ده كل كلام الناس او هو المنتقدين بيقولوا المشكلة انه إن ملوش نعم نهايه. احنا يعني عندنا وباء، يعني احنا عندنا وضع خاص شوية بالنسبة للكورونا، ان احنا في وباء وزيادة اعداد وغير اوضاع الامراض التانية، فالناس بيحاولوا، انت بعد فترة، بعد كام شهر، احنا زي ما قلنا ان احنا دخلنا في سنة، هو في ناس متلقحين بقالها سنة دلوقتي بالجرعة الثانية أو قرابة العام، فبدأ عندهم الأجسام المضادة هتقل، فبيحصل يستوجب جرعة تنشيطية. في حاجة كمان، إن نعم إحنا التحورات ديت هتبدأ مع تطور التحورات، هيبتدي لازم اللقاح نفسه يتطور يتغير، لأن هيبدأ اللقاح الموجود غير فعال، هيحصل الشركات لازم تطور اللقاحات، كل دي نعم إجراءات طبيعية جدا، وحاجة يعني لا تخفى عن اي حد متابع او اي حد متخصص في علم الفيروسات او متابع للاحداث، ومقارنه بالامراض الاخرى الموضوع نعم مش غريب ولا حاجه، جرعه تنشيطيه، احنا في وقت وباء لازم. ولكن نأمل أن يكون لقاح سنوي أو لقاح مرة في الحياة، أكيد الناس هتكون متجاوبة أكتر زي لقاح شلل الأطفال أو اللقاحات اللي بتتاخد ضد الحصبة والأمراض المعدية، أو اللقاحات نعم اللي بيطالب بيها لما بيكون رايحين في أماكن معينة في مع أفريقيا وكده. بالضبط، مع الوقت هيحصل اللي حضرتك بتقول عليه، احنا دلوقتي في ذروة الأزمة، مع الوقت الفيروس هيتحور هيهدى مفعوله، كمان احنا لازم نوصل على الكرة الأرضية، أصبح العالم ما أصبحش معزول زي زمان، إن احنا مثلا حصل حاجة في النمسا مش هتأثر على الناس اللي في اليابان، لا، نعم العالم الاختلاط فيه صعب يعني كبير بدرجة كبيرة، الناس بتتحرك من بلد لبلد، فلازم توصل انك تطعم كمية كبيرة من الناس اللي على الكوكب كله عشان نعم نقدر نقول وصلنا لمعدل مناعة كويس، هنبتدي ايه نقل بالانترفال، المسافة اللي بين لقاح والاخر، لكن نعم للاسف احنا ما وصلناش، بتكلم عن يعني احنا وصلنا في النمسا حاليا الى حوالي عدد لا بأس به، 70% بس لسه طبعا، اقتراب بس من لسه سبعين في في المية تقريبا. 30% بالظبط، 30% لسه ما تلقحوش، منهم كتير ناس لسه مش مقتنعة، بص نعم على الدول اللي حوالينا، بص على الدول كتير، الناس اللي بتتحرك، دول الشرق الأوسط، دول أفريقيا، كل دي دول ما فيهاش نسب كبيرة من التلقيح، نظرا برضو لعدم عدالة التوزيع في كمية اللقاحات، ضعف الإنتاج بما نعم لا يتناسب مع عدد البشر على الكوكب، فأنت لازم توصل لدرجة معينة من أو نسبة عالية من اللقاح لكل البشر، لأن نعم نسبة الحركة ما بين الدول عالية جدا طيب عشان تقدر دكتور، تقول خلاص ده بياخدني الموضوع حل. للسؤال الأخير لحضرتك، بما إن حضرتك بتقول في حوالي 30% هم دول المعارضين أو غير الملقحين، نصيحة حضرتك للمترددين أو المتخوفين أو الممتنعين، نصيحة حضرتك ليهم إيه؟ اللقاح لابد منه،
يعني لا مفر، هو امره اصبح امر واقع. اللي خايف يا اما خايف لانه خايف من اوهام او نظريه المؤامره او ان يحصل مشاكل، اقول له ان في ناس عدد كبير يعني يعدي المليارات على الكره الارضيه اتلقحوا بجميع انواع اللقاحات، ما فيش لقاح واحد عشان نقول فيه مؤامره او فيه خطوره، لا عندك اكتر من 6 7 لقاحات دلوقتي موجودين من شركات مختلفه من دول مختلفه، خد الموجود اللي يريحك. الاعراض اللي بيتكلم عن اعراض ونسب ناس ماتت، انا شخصيا ما اعرفش حد مات من اللقاح، لكن اعرف ناس كثيره شخصيا ماتوا من الكورونا، كورونا لكن من اللقاح لا اعرف. ان في اعراض جانبيه حصلت ناس اعرفها طبعا، في اعراض جانبيه حصلت، ما بنقولش اي دواء في الدنيا حتى الاسبرين اللي بتاخده في البيت له اعراض جانبيه ممكن تحصل، ده ما نقدرش نمنعه، لكن نسبه ضئيله جدا. حتى النهارده كان في احصائيه للناس اللي كانت طالبه بتعويضات او رفع عامله انتراج بعض للتعويضات عن القضايا. اللقاحات، نسبه قليله جدا بالنسبه للملقحين، تقريبا حوالي 3000 طلب لسه هيتنظر فيهم، هيصفي على ما يجيش منهم 5% بالنسبه لاكثر من كم مليون ملقح، ولا حاجه، لا النسبه لا تذكر. فما فيش اي داعي للقلق، هو اللقاح هو اللقاح الحل هو الوحيد عشان الحل نخلص من الوحيد. الكابوس، عشان نخلص من الكابوس اللي احنا فيه ده. شكرا دكتور، شكرا على المعلومات القيمة اللي حضرتك قدمتها لنا، ونشكرك إذا كنت معنا على شاشة انفجراد. في نهاية اللقاء شكرا للأستاذ الدكتور محمد سلامة، أخصائي الجهاز التنفسي وجراحة الرئة في مستشفى فلورسدورف بفيينا. شكرا جزيلا دكتور.